أخبار اليوم. حضرات السيدات والسادة، في البداية أنعي بكل أسى زميلي المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة، والسيد وكيل النيابة عمرو مصطفى حسني، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني مع باقي الشهداء على أرض سيناء. وأتمنى أيضا الشفاء العاجل للمصابين في هذه الأحداث، وأدعوكم للوقوف حدادا على روح الشهيدين وجميعهم. Thank you.